تحياتي. النساجون الشرقيون وماذا نال هذا السهم بعد اختراق المنطقة المفتاحية اللي كانت عند مستويات ال 23 جنيه 75 قرش، وكمان اخترق لنا منطقة العرض الأقوى اللي عند مستويات 25 ونص، والواضح كده إن احنا مستمرين في الرحلة بتاعة ال 37 جنيه. خلينا نشيل كل الكلام ده بقى اللي ما عادش ليه لازمة، تمام؟ ده كله بالنسبة لنا، خلي اللاين اللي تحت ده اللي مهم بالنسبة لنا، ولكن حتى الآن ده كمان هيبقى بالنسبة لنا وقف خسارة في الوقت الحالي اللي عند مستوى 23 جنيه و70 قرش ما قبل البحث عن أهداف سعودية. لو احنا بنتكلم عن السهم، السهم عمل لنا موجة بهذه الطريقة السخيفة، عملنا واحد، عملنا اثنين، عملنا ثلاثة، عملنا أربعة، ثم موجة خمسة خجولة جدا جدا، وبعد كده دخلنا في إطار تصحيحي على شكل اي بي سي، عملنا اي وصعدنا بي ونزلنا بسي عشان نعمل راني فلات ما قبل تكملة الاتجاه الصحيح. لو انا بستهدف اهداف سعودية جديدة، المفروض ان انا هاخد القمة والقاع اللي تشكلوا عندي من بداية الانعكاس حتى هذه الموجة، وما زلت بستهدف مستويات ال 161 فيبو ولا مستويات ال 200 فيبو، فما زلت بستهدف مستويات 37 جنيه هدف اول، والهدف الثاني اللي هو هدف الدورة السريعة اللي هيكون ان شاء الله عند مستويات ال 40 جنيه. حتى الان المغامرة مع السهم فضلت ما زالت مستمرة، وحتى الان ما زلنا محافظين على وقف الخسارة بتاعنا اللي عند مستويات ال 23 جنيه و70 قرش. اعتقد ان اي تراجع للسهم هيكون فرصة شرائية، خصوصا لو لاحظنا عندنا شمع سيولة قوية هنا، ودي شمعة بتاعت اندفاع شرائي. هل السهم ممكن يعكس علينا؟ لو عكس احنا عندنا وقف خسارة بمنتهى البساطة، وبالتوفيق.